اهلا، الاخبار معكم. في الفيديو ده انا هتكلم عن انك ازاي تذاكر مادة الاناتومي في كلية العلاج الطبيعي. تمام. اول حاجة لازم تكون عارفها هي ايه، ان يعني ايه اساسا اناتومي، يعني ايه مادة الاناتومي. مادة الاناتومي معناها مادة التشريح، اناتومي يعني تشريح. تمام، فالمادة دي مادة الاناتومي اللي هي التشريح، بندرس فيها تركيب الجسم، تمام، والحاجات اللي موجودة في الجسم وتركيب وتكوين الأجهزة اللي في الجسم. تمام، وخاصة في العلاج الطبيعي بندرس كمان في مادة الأناتومي العضلات، وكمان ندرس معاها الأعصاب والشرايين والأوردة والمفاصل والعظام. تمام، كل دي الحاجات دي بندرسها في مادة الأناتومي. تمام، الأناتومي في كلية العلاج الطبيعي يعتبر ايه؟ يعتبر 4 مواد. تمام، يعني مفيش حاجة اسمها مادة الاناتومي فقط، لا، انت عندك 4 مواد اناتومي مش مادة واحدة، عندك 4 مواد اناتومي في كلية العلاج الطبيعي. عندك 4 مواد، ايه هما؟ اناتومي واحد، او دي اول مادة، واناتومي اتنين، واناتومي تلاتة، ومادة اسمها نيورو اناتومي. تمام، مادة النيورو اناتومي هي مادة تشريح الجهاز العصبي، اللي هي بندرس فيها تشريح الجهاز العصبي. تمام، من اسمها كده نيورو اناتومي، اناتومي يعني تشريح عرفناها، ونيورو يعني عصب، فتشريح العصب او تشريح الجهاز العصبي. تمام، مادة اناتومي ثلاثة دي بندرس فيها الايه، منطقة الترنك اللي هي الجذع، يعني منطقة البطن والصدر. تمام، وكمان الراس اللي هي الهيد، بندرسها كعظام عضلات وكده يعني. تمام، وبندرس اكيد الاورده والشرايين والاعصاب وهكذا، وبندرس كمان المنطقه دي كعظم برضو نفس الكلام. تمام، فدول مادتين نيورو اناتومي واناتومي ثلاثه، دول يعتبر في ماد في سنه تانية في كليه العلاج الطبيعي. طيب، اناتوم واحد واناتوم اتنين دول بيكونوا في سنة اولى، ودول اللي احنا عايزين نهتم بيهم لان هم الاساس. تمام، مادة اناتوم واحد واناتوم اتنين علشان تمشي فيهم كويس محتاج تعمل ايه؟ تاخد كورس تأسيس الاناتومي من قناة هبسطها لك، او قناة دكتور هيرو. تمام، دي نقطة مهمة، يعني مهمة خالص، لازم تبقى عارفها. تمام، لان المادة اناتوم واحد واناتوم اتنين علشان تدخل فيهم لازم تكون واخد كورس هبسطها لك بتاع تأسيس الاناتومي، وده كورس صغير 3 فيديوهات على بعض ما يطلعوش ساعتين. كورس ساعتين بيخليك تفهم المادة العلمية اللي قدامك، فلازم تاخده. تمام، فدلوقتي اناتوم واحد واناتوم اتنين، المادتين دول بندرس فيهم ايه؟ بندرس فيهم الطرف العلوي والطرف السفلي، اللي هما upper limb و lower limb. upper limb يعني الطرف العلوي. تمام، فبندرس النصف العلوي من الجسم كعظام وعضلات وشرايين وأوردة، وإيه تاني؟ أنا قلت الأعصاب خلاص. تمام، فهم 4 5 حاجات يعتبر، عظام، عضلات، أوردة، شرايين، أعصاب، ال5 حاجات دول. تمام، وبرضه بندرس المفاصل الجوينتس برضه نفس الكلام، ندرس كمان المفاصل، يعني 6 حاجات يعتبر في ايه، في كل مادة فيهم. تمام، فانت بتدرس في اناتوم واحد ممكن تدرس فيه ابر ليمب، او ممكن تدرس فيه لور ليمب اللي هو الطرف السفلي من الجسم، كبرضو بتدرس فيه ايه، بتدرس فيه عظام، عضلات، شرايين واوردة، اعصاب، وكمان مفاصل. تمام، فانت اناتوم واحد ممكن تدرس فيها ابر ليمب، او ممكن تدرس فيها لور ليمب اللي هما طرف عالي وطرف سفلي، ممكن تدرس فيها كده او كده. واناتوم اتنين نفس الكلام، تمام، ممكن تدرس فيها طرف علوي، او ممكن تدرس فيها طرف سفلي، وده بتحدد على حسب الجامعه. تمام، في ناس بتقول ايه في جامعات او لوائح بتقول ايه، انا الجامعه اناتوم واحد دي تبقى ابر ليمب، واناتوم اتنين دي تبقى لور ليمب، وفي جامعات العكس بتبدا العكس، بتبدا من فوق لتحت، وفي جامعات بتبدا من تحت لفوق، فهكذا يعني. دي تمام، انتقلنا خلاص من النقطه الاولانيه بتاعه الاناتومي، يعني ايه يعني تشريح وازاي تذاكرها، دي اللي احنا ايه هندخل فيها نتكلم فيها ازاي تذاكر ماده الاناتومي.
تمام، احنا هنروح لاناتوم واحد واناتوم اتنين. زي ما قلت لك لازم تاخد كورس تاسيس الاناتومي، واللي قبليه اساسا قبل ما تاخده لازم تاخد كورس المصطلحات الطبيه برضو من دكتور هير او قناه هبسطها لك، دي كلها كورسات مجانيه اللي بتكلم عليها. تمام، لازم تاخد الكورسين دول الاول قبل ما تدخل تذاكر اي ماده من المواد بتاعت علاج طبيعي. تمام، سواء كورس المصطلحات الطبيه ده رقم واحد، رقم اتنين كورس تاسيس الاناتومي. تمام، ازاي تذاكرها بقى اقول لك. سواء رحت لاناتوم واحد او اناتوم اتنين لازم تاخد الكورسين دول اللي هم زي ما قلت لك. تمام، زائد ايه كمان، ان انت عندك في ماده الاناتوم واحد واتنين عندك ايه، عندك عظام، عضلات، شرايين واورده، واعصاب ومفاصل. تمام، انت لازم تهتم بالعظام لانها بيتبني عليها العضلات. تمام، وزي ما انت عارف او في نقطه مهمه لازم تكون عارفها، ان العظام في كليه العلاج الطبيعي كدراسه بيبقى عليها يعتبر ايه، يعتبر معلومات او لاند ماركس. تمام، او حاجات بتميزها. تمام، يعني اي عظمه او عظمه ليها مميزات. تمام، المميزات دي زي ايه كده، زي بروز، زي تجويف. تمام، زي بيبقى ليها راس من تحت او فوق على حسب، او بيبقى ليها عنق يعني نك من فوق او تحت برضه على حسب العظمه، وهكذا. وحاجات بتبقى في نصها، وفي حاجات بتبقى من فوق، وفي حاجات بتبقى من تحت. فكل حاجه دي، اي حاجه من الحاجات دي ليها اسم، سواء بروز، تجويف، حاجه كده هكذا. تمام، والحاجات دي انت بتتعرف عليها من كورس تاسيس الاناتومي. تمام، فانت لازم تبني نفسك في اي ماده اناتومي بايه، ان انت كورس تاسيس الاناتومي تبقى مذاكره، اتنين تهتم بالعظام كويس خالص لانها بيتبنى عليها العضلات. تمام، وبيتبنى عليها كل حاجه في الماده، فلازم العظام تهتم بيها في الاول عشان تبني عليها باقي الماده. يعني زي ما قلت لك الماده خمس حاجات وست حاجات، اول حاجه دي اللي بيتبنى عليها كله. تمام، لو مش مذاكر عظام زين كويس بشكل كويس، الباقي مش هيكون معمول او ادائك فيه كويس، لان كل حاجه تاني هتعتمد على العظام. تمام، فانا زي ما قلت لك في نقطه ازاي تذاكر الماده نفسها لازم ايه، كورس تبقى واخده تاسيس الاناتومي، اتنين تهتم بالعظام كويس. تمام، ازاي تذاكرها بقى بشكل اصح وبشكل احسن بشكل اكبر، اقول لك. انت هتروح تعمل ايه، هتروح فاتح مصدر من المصادر، انا بتكلم بشكل عملي، هتروح فاتح مصدر من المصادر. تمام، بتاع دراسه ماده الاناتومي كفيديوهات. تمام، زي ما هوضح لك دلوقتي المصادر بشكل عملي. دلوقتي انت ازاي تذاكر الماده، هتروح للمصدر اللي انت هتذاكر منه اللي هو ايه، انا مجمع لك المصادر كلها. تمام، في سلايد هتكلم عنهم. تمام، وبرضو المصادر دي لينكاتها انا هسيبها في الوصف اللي هو الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان ما تدورش ياما، وما ايه ما تكتبش على يوتيوب او كده، لا تبقى الحاجه جاهزه معاك. اقول لك المصادر. تمام، دلوقتي انت عندك ست مصادر تذاكر منهم. تمام، اختار مصدر واحد ذاكر منه. تمام، ودي حاجه ترجع لك. تمام، ايه المصدر دي، اول مصدر هو دكتور سامح غازي، تاني مصدر هو الدكتور احمد فريد، تالت مصدر هو قناه ابو سطهالك بتاعت الدكتور احمد، رابع قناه ممكن او رابع دكتور ممكن نشوف شرحه دكتور ايمن خنفور، وخامس مصدر هو الدكتور سلوى، وسادس مصدر هو موقع وقناه يوتيوب اللي اسمها كين هاب. تمام، هتروح تذاكر الماده ازاي، هتروح فاتح اي قناه منهم وتسمع الشرح. تمام، اللي هو يعتبر في بدايه اي ماده من مادتين اناتوم واحد اناتوم اتنين العظام هتذاكرها. تمام، بشكل كويس. تمام، والاحسن ان انت اي ملف بي دي اف يبقى موجود تطبعه. تمام، وتذاكر الايه الملف البي دي اف او لما تطبعه تذاكر منه، وكمان لو في اي اضافات بيضيفها الدكاتره، ودي حاجه
بتميز دكاترة الجامعات إني بضيف حاجات ممكن تيجي في الامتحانات، فلازم تبقى إيه كاتبها ورا. تمام. الدكاترة يعتبر أول خمس دول دكاترة، وكين هاب ده موقع وقناة يوتيوب، يعني لو كتبته على اليوتيوب يطلع لك، لو كتبته على جوجل يطلع لك برضو كموقع جوجل مش قناة يوتيوب، يعني في كده وفي كده. تمام، وده على فكرة احنا هنشوفوه وهقول لكم عليه وهتكلم عنه. تمام. الأول خمس دول دكاترة، تمام، وإيه وإيه كويسين خالص. تمام، والدكتور أحمد بتاع قناة بصدها لك برضو قناة كويسة خالص تقدروا ترجعوا لها. تمام، والقناة دي فيها شرح يعتبر سبع أو تمن مواد، مش مادة واحدة ولا مادتين أو ثلاثة أو أربعة، فيها كتير يعتبر إيه، فيها أكتر من مادة. القناة دي بتاعت قناتها بسطها لك. تمام. فدلوقتي أنت هتكلم معاك بشكل عملي أكتر. تمام، هتروح لقناتها بسطها لك وإيه وهتكلم عن حاجة مهمة فيها. تمام، وحاجة تانية بقى هروح لإيه لقناة كين هاب. تمام، فأنا زي ما قلت لك أنت بتروح للفيديو بتاع الدكتور تسمعه. تمام، ده أهم حاجة. تمام، ولو في ملف أو حاجة تبع الدكتور تطبعها. تمام، وتذاكر الإيه المحاضرة أو تذاكر السكشن وأي إضافات تضيفها، بجانب كمان إيه، بجانب إنك أنت لازم تعمل حاجة مهمة، إن أنت بعد ما تذاكر لازم تحل. تمام، وموقع كين هاب فيه العضلات والعظام وكل حاجة 3D تقدر تشوفها بشكل كويس خالص، وبرضو هوري لك ده كله. تمام. فدلوقتي هنروح لقناة هبسطها لك وبرضو موقع وقناة كين هاب نشوفه. وفي نقطة كمان مهمة لازم نبقى عارفينها كلنا، تمام، ان زي ما قلت لك ان في مصادر لمذاكرة المادة على اليوتيوب، تمام، وبرضو موقع وقناة كين هاب. لازم تعرف نقطة مهمة، ايه هي؟ انك المصدر الرئيسي والاساسي بتاعك هو ريكورد او تسجيل او فيديو الدكتور بتاع الجامعة اللي عندك او المعيد في السكشن. تمام، فانك انت لازم تعمل ايه؟ لازم تمسك الريكورد او الفيديو او التسجيل بتاع دكتور الجامعه او المعيد تسمعه، وبرضه تكون طابع الملف البي دي اف بتاع الشرح، تمام، ويبقى معاك كشكول، وتكتب في الشرح بتاع الداتا، تمام، في كشكول، تمام، وممكن كمان ما تستخدمش الكشكول، يبقى معاك ملف الداتا بس، وتكتب في ملف الداتا ده شرح الدكتور المعيد او الدكتور بتاع الجامعة نفسه بتاع المحاضرة، تمام، تكتب كلامه وتكتب شرحه العربي والانجليزي، زائد كمان الاضافات اللي بيقولها، لان في دكاترة كتير بتعتمد على حاجات هي بتقولها لكن مش موجودة في الملف. تمام. فدي لازم نبقوا عارفينها، دي نقطة لازم نكون عارفينها. تمام، لان ايه؟ لان لازم تكون عامل ليك مصدر رئيسي واساسي هو ايه؟ هو دكتور الجامعة عندك والمعيد. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى ايه هو؟ رقم اتنين بقى تحط لك مصدر تاني تختاره انت بقى، زي مثلا قناتها وصلتها لك مثلا. تمام. زائد كمان نقطة تانية اللي هي النقطة التالتة اللي انا بتكلم عليها دلوقتي، ايه هي؟ انك انت لو الجامعة عندك مش بتسجل محاضرات ولا سكاشن، او بتسجل محاضرات بس، سجل انت. تمام، ففي جامعات مش بتسجل ولا محاضرات ولا سكاشن، فانت سجل محاضرات وسكاشن عشان يبقى ده المصدر بتاعك. تمام، لان في الكلية كل الاعتماد على المجهود في البيت مش الموجود في الجامعة، المجهود في الجامعة بس هو تركيز وكتابة ورا الدكاترة في المحاضرات كعناوين واضافات. تمام، لكن الموجود في البيت هو ده اللي بنعتمد عليه في الكلية. تمام. رجعنا لنقطة مهمة، هي ايه؟ هي اني لازم تحدد المصدر بتاعك في المذاكرة. تمام. فهنروح لقناتها وبسطها لك ونروح لقوائم التشغيل. تمام، هتلاقي ان هو شارح اكتر من مادة، فالقناة دي يعتبر كويسة وبرشحها لكم. شارح فيها اناتوم واحد واناتوم اتنين اللي هما الابر ليمب واللور ليمب. تمام، وفي القناة برضو الكورس اللي انا بقول لكم عليه، كورس تأسيس الاناتومي اللي هو جنرال اناتومي بيزكس، ده كورس تأسيس الاناتومي اللي لازم تشوفه قبل ايه، قبل ما تروحوا
لمادة اناتوم اتنين، اناتوم واحد او اناتوم اتنين على حسب انتوا بتدرسوا في ايه. فاناتوم واحد او اناتوم اتنين ابر ليمب او لور ليمب اللي هما طرف علوي او طرف سفلي، تمام. في القناة دي برضو في مادة اسمها كونسولوجي او علم الحركة، برضو دي مادة دي عندكم برضو هتكون في اولى او تانية، فبرضو شوفوها. وفي برضو مادة النيورو اناتومي زي ما قلت لك انا، تشريح الجهاز العصبي، مادة تشريح الجهاز العصبي برضو مشروحة هنا. وفي اكتر من حاجة زي كده، زي كورس المصطلحات الطبية برضو، ده اللي لازم كنت تاخده قبل ما تاخد ده اساسا، تمام. وبرضو في كورسات دي كمان تبع علم الحركة والبيوميكانيكس، حركة الجسم، تمام. فانت لازم تعمل ايه؟ اقول لك مثلا تدخل على قائمة الابر ليمب دي، تمام، دي اهم حاجة، تدخل على القناة، تمام، وتبدأ بايه؟ باول فيديو خالص زي ما انت عارف كده، زي ما انت شايف البون بون 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 يعني عظم، تمام. لازم تذاكر كل الفيديوهات، تمام، بتاعت العظم الاول، عشان دي اللي بتأهلك للعضلات وباقي زي ما قلت لك شرايين او رضا اعصاب هكذا. فبون يعني عظمة، تمام. فانت بتذاكر الفيديو، بتجيب الفيديو تذاكره، تمام، وترجعه وتحل عليه، تمام. وممكن انت بعد ما تخلص انت فيديوهين او ثلاثة بتحل بعديهم، تمام، لان مثلا ممكن تكون السكشن يعتبر ايه، السكشن هو بعديه الاسئلة، فانت لازم تخلص مجموعة عظم وبعدين تحل عليهم، تمام. فدي ايه، فدي الفيديوهات زي ما انت تمشي كده هتلاقي ايه، هتخلص البون اخرها هنا، تمام. راح كاتب لك ماسل يعني عضلة، تمام، فبدأ لك في العضلات، تمام، وهكذا بقى هيتكلم معك عن الاعصاب والشرايين والاوردة وهكذا، تمام. فانت لازم تمسك الفيديو تذاكره، الاحسن اكيد اكيد بالورق والقلم، او لو معاك ملف مع الفيديو هيبقى كويس خالص، ودكتور كويس خالص، دكتور احمد برضو شرحه كويس، تمام. زي ما قلت لك في مصدر تاني اللي هو ايه، مش مصدر تاني قصدي، مصدر اطلاع، ان انت تشوف العضلة او العظمة، تمام، بشكل اوضح وبشكل احسن كمان، 3D، وهتحببك في الاناتومي اكتر في المادة، موقع وقناة هبسطها لك، تمام، دي اللي انا اتكلمت عنها، تمام. الموقع او قناة اليوتيوب اللي فيها العضلات والعظم 3D وشكلها كويس وهتفهمك المادة بشكل كويس، هي ايه؟ هي قناة وموقع كين هاب، تمام، اللي هم دول، تمام. هتروح لقناة كين هاب على اليوتيوب، تمام، على اليوتيوب القناة دي، تمام. هتروح لها وهتروح لقائمة التشغيل، تمام، وهتروح من بعدها لإيه، هتمشي في القناة كده لحد ما تلاقي إيه؟ لحد ما تلاقي قائمتين تشغيل، تمام. في قائمة تشغيل اسمها lower limb muscle function، تمام، دي ايه، دي تبع اللور ليمب، تمام، بتتكلم عن ايه، وظائف العضلات، تمام. دي حاجة متقدمة اكيد عليكم، لكن انا بتكلم على ايه بشكل عام، ايه القناة فيها ايه، تمام. فالقناة فيها اكتر من حاجة برضو مهمة، تمام، وفيها شرح ايه، فيها شرح النيورو اناتومي، وبرضو فيها شرح ايه كمان، فيها شرح اكيد اكيد الابر ليمب، تمام، واللور ليمب، تمام. فانت ملزم كطالب سنة اولى ان انت تحدد مصدر تذاكر منه، اللي هو زي قناتها بسطها لك بتاعت الدكتور احمد، زائد كمان ممكن تلجأ ليه كمان القناة دي، ان هي بتوضح لك شكل العضلة او شكل العظام اللي هم قيمتين تشغيل دول، اللي هم بتاعت الابر ليمب واللور ليمب في قناة كين هاب، تمام. وممكن كمان تعمل حاجة تانية، ايه هي؟ تروح لموقع كين هاب على جوجل، لان برضه هسيب لك لينكو، تمام. هتلاقي هتنزل تحت تاني، تمام، وانا زي ما قلت لك موقع كويس خالص وقناة يوتيوب كويس خالص، برضه تنزل تاني، برضه تاني هتلاقي ايه، هتلاقي ان هنا بيتكلم عن ايه، عن اناتومي الجمجمة، اناتومي الهيد والنك، دول يعتبر تبع مادة اناتومي 3، تمام. احنا مركزين دلوقتي على اناتومي 1 و2، تمام. نكمل، دي يعتبر الحاجة دي تبع ايه، او الكورس ده تبع ايه،
الكورس ده او الشرح ده تبع تاسيس ماده الاناتومي برضه، بس بشكل انجليزي وكلام انجليزي. تمام، برضه عايزين تشوفوه، حاجه هتفيدك اكيد يعني، فيها توضيح اكيد اكبر. تمام، هنا برضه ايه، هنا حاجه تبع الاعصاب، وهنا برضه جوينت مفصل، وبرضه هنا عضله. تمام، لكن الاهم ان انت ايه، ان انت في القناه قصه خالص وفيها كل حاجه. تمام، هتروح لقائمه التشغيل، تمام، وتنزل تحت هتلاقي ايه، هتلاقي قائمتين تشغيل، قائمه تشغيل الابر ليمب وقائمه تشغيل اللور ليمب. اكستريمتي يعني طرف، الطرف السفلي والطرف العلوي، فقائمتين التشغيل دول مهمين خالص. تمام، ليكم كسنه اولى. تمام، وبرضو كاناتومي 3 اللي هي يعتبر في سنه ثانيه. تمام، لان ماده اناتومي 3 بندرس فيها الترانك اللي هو منطقه الجذع اللي هي يعني منطقه الصدر والبطن، فالقمه دي بندرسوها، او الحاجه دي بندرسوها، وكمان الهيدو والنك برضو بندرسوهم اللي هم الراس والرقبه. تمام، وزي ما قلت لك بندرس في الترانك والهيدو والنك، او بندرس في الاناتومي عموما ايه، بندرس بونز ماسلز ارتريز فينز نيرفز اللي هم عظام عضلات شرايين اورده اعصاب. تمام، ده كده احنا اتكلمنا عن ايه، عن موقع وقناه لكن هب، وكمان قناتها بسطها لك والحاجات اللي فيها. تمام، ككورسات وشرح مواد. تمام، ولما نكمل بعد ما اتكلمت عن قناتها بسطها لك وقناه كين هب، تمام، وبرضو موقع كين هب برضو، والقناه اليوتيوب احسن كتعامل. تمام، اللي هي قناه يوتيوب كين هب. تمام، قصه خالص برضو يعني موضحها بشكل كويس خالص، العضلات والعظم بالتفاصيل اللي عليها. وكمان في نقطه مهمه لازم تعرفها، ان العضله تطلع من مكان في العظمه اسمه اوريجين، والعضله برضو بتروح لمكان في عظمه تاني او في نفس العظمه اسمه انسيرشن. تمام، وبرضو العضله ليها عصب بيغذيها اسمه انرف. تمام، والعضله كمان بتعمل فعل اسمه اكشن، اكشن يعني فعل. تمام، فالعضله بتعمل وظيفه، بتعمل اكشن، بتعمل فعل ليه اسم. تمام، وده كله بيوضح لك امتى، لما تذاكر كورس تاسيس بتاع الاناتومي من قناه دكتور هيرو، او قناتها وصلتها لك بالاخص عشان احنا علاقه طبيعيه. تمام، وزي ما انت عارف ان انت اي قناه من قناه اليوتيوب دول اللي انا حاططهم اللي هم دول، تمام، هتروح تعمل ايه، اي قائمه من السته، او اي قناه من السته ايه قنوات دول، بتروح على القناه تذاكر العظمه بشكل كويس. تمام، وكل عظمه ليها لاند ماركس، يعني ليها حاجات بتميزها، ليها مميزات، وكل ميزه ليها اسم. تمام، دي ايه، دي حاجه مهمه. تمام، تاني حاجه كمان، اي قائمه تشغيل او اي فيديو تقابله لازم تشوفه بشكل كويس، تركز فيه، والافضل تكتب وراه. تمام، يعني اي حاجه في الفيديو لازم تكتبها بره. تمام، او ممكن تستبدل كده ان انت يبقى معاك كشكول، تمام، وتكتب فيه برضه، وممكن يبقى معاك ملف مطبوع وبرضه تحدد فيه وتضيف فيه الحاجات. تمام، لكن انا اكيد اكيد بنصح بالكشكول. تمام، والاناتومي محتاج حفظ، ماده فيها كميه حفظ كبيره مش صغيره، تتعدى ال 70%. تمام، فالماده دي عايزه حفظ، فانت تحرك ايدك في الكشكول وتكتب، دي هتوديك لمستوى تاني. تمام، خلصنا نقطة السورسز اللي هي مصادر. نرجع تاني هنا، خلصنا يعتبر الأول تلات حاجات كبار، هنروح للحاجات دي. تمام، أول حاجة التيبس اللي هي يعتبر النصايح الصغيرة. أقول لك سواء في مادة أناتوم واحد أو أناتوم اتنين، تمام، لازم تبقى عارف نقطة. أول نقطة العظم تهتم بيه، ودي حاجة أنا شددت عليها اكتر من مره. تمام، ولو حتى في الكليه بتاعتك انت او في الجامعه بتاعتك سرعوا في نقطه العظم، تمام، لو سرعوا فيها وراحوا للعضلات على طول، وما تقولش لنفسك انا هروح للعضلات تذاكرها كويس واسيب العظم، لو سبت العظم العضلات مش هتعرف تذاكرها اساسا بشكل كويس كمان. فلازم العظم تبقى عامله بشكل كويس وذاكره بشكل كويس وحافظه، وعارف المميزات اللي بتميزه والحاجات اللي عليه والتفاصيل اللي عليه اللي هي اللاند ماركس اسمها. تمام، دي اول نصيحه. تاني نصيحه التجمعات، الاناتومي اسئلته
يعتبر نصها او اكتر من نصها تجمعات. يقول لك ايه؟ يقول لك العضلة كذا والعضلة كذا والعضلة كذا بيغذيهم عصب اسمه كذا. فدي يعتبر ايه؟ يعتبر مكان سؤال او حاجة مهمة. تمام؟ تمام؟ فممكن يقول لك ايه؟ العضلات دي كلها بيغذيها العصب ده ما عدا، فتروح مختار العضلة اللي مش بيغذيها العصب المعين ده وهكذا. وبرضه في حاجة نقطة تاني، أنا زي ما قلت لك في حاجة اسمها أوريجين وفي حاجة اسمها انسيرشن. الأوريجين هو المكان اللي بتطلع منه العضلة، والانسيرشن هو المكان اللي بتروح للعضلة. تمام؟ فبرضه هيقول لك إيه نقطة الأوريجين المشترك والانسيرشن المشترك، وإن العضلات دي كلها بتطلع من مكان واحد اللي هو الأوريجين ما عدا. تمام؟ فيقول لك اكسبت، يعني في اسئله الاكسبت بتاعت الاناتومي دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الاوريجن المشترك، الانسيرشن المشترك، يعني العضلات دي كلها رايحه لمكان واحد ما عدا عضله واحده. برضو ده سؤال اكسبت. فماده الاناتومي دي ماده اسئله الاكسبت اللي هي اسئله ما عدا. اكسبت يعني ما عدا. فالاسئله دي يعتبر نص الامتحان هو كده. تمام؟ ممكن يقول لك ايه؟ الاوريجن المشترك، الانسيرشن المشترك، النيرف العصب اللي بيغذي المشترك، يعني كل العضلات دي بيغذيها عصب معين ما عدا العضله دي، فسيلتي برضو كسبت. برضو في نقطه تاني يقول لك ايه؟ يقول لك العضلات دي كلها بتعمل وظيفه معينه او اكشن معين او فعل معين ما عدا عضله واحده، اختارها في الاختيارات. فبرضو نفس الكلام، فاكشن مشترك برضو، فانت لازم تبقى ايه الحته دي مظبطها. تمام؟ فلما تلاقي ان الاوريجن اتكرر معاك، روح اكتب بره تقول ايه العضله كذا وكذا طالعين من مكان كذا ليهم اوريجن مشترك، ونفس الكلام رايحين لمكان واحد يبقى نفس الانسيرشن، بيعملوا نفس الوظيفه، ليهم نفس النيرف سبلاي، ليهم نيرف يعني ليهم نفس العصب. نيرف سبلاي هي نيرف يعني عصب. العضلات دي برضو بتعمل اكشن معين، بتعمل وظيفه او فعل معين واحد، فبرضو نفس الكلام تجمعهم لما يتكرروا معاك. تمام؟ تمام. فلما تشوف مثلا العضلة دي بتعمل اكشن معين والعضلة اللي بعديها او بعد كده بتعمل اكشن نفس الاكشن، تروح كاتب ايه على جنب العضلة دي كذا وكذا بيعملوا كذا، بيعملوا اكشن معين. تمام؟ دي التيبس عموما اللي لازم تكون خلي بالك منها، وتعتمد على مصدر واحد تذاكر منه او مصدرين بالكتير. تمام؟ واحنا يعتبر معظمنا 90% مننا بيجرب في الاول قنوات يوتيوب. تمام؟ بيجرب في الاول من 6 مصادر اللي انا قلتهم لك دول. مفيش حد اكيد فينا بيذاكر من 6 مصادر، هو اخره 2. تمام؟ وانا ارشح لك ان انت ممكن ايه تشوف قناه ابسطها لك وكين هاب برضه تشوفه كده، يبقى ايه الدنيا سهلت معاك. تمام؟ برضه ممكن تشوف اي قناه تاني من القنوات التانيه، لكن موقع كين هاب وقناه يوتيوب كين هاب كويسين خالص، يعني لازم تشوفهم على الاقل. تمام؟ خلصنا نقطه التيبس، هنروح لنقطه الابس التطبيقات. بص، العظام والعضلات في الاناتومي ممكن تشوفهم عن طريق تطبيق اسمه اطلس. تمام؟ التطبيق ده بيشرح منه الدكتور احمد في قناه هبسطها لك، يعني انت بدل ما تفتح التطبيق وتتعب وتدور على العضله، لا، ده هو الدكتور احمد بتاع قناه هبسطها لك، هو بيجيب لك العظمه وبيجيب لك العضله من التطبيق ويشرح لك منه. فبدل ما تفتح تطبيق تفتح قناه اليوتيوب في قائمه التشغيل، وتروح للفيديو هتلاقي ايه؟ هتلاقي الشرح من التطبيق، فتبقى الدنيا اسهل. تمام؟ ودلوقتي انا هروح لك للتطبيق واتكلم عنه معاك. وزي ما قلت لك اني دلوقتي هتكلم عن الابس اللي هي تطبيقات اللي انت بتستخدمها في مذاكره ماده الاناتومي. تمام؟ زي ما قلت لك ان في تطبيق اسمه اطلس اللي هو هيومن اناتومي اطلس. تمام؟ التطبيق ده كويس خالص لكنه مدفوع. تمام؟ مدفوع ب $13 زي ما انت شايف دلوقتي في السعر الحالي يعني. تمام؟ وانا بسجل الفيديو. تمام؟ التطبيق ده مدفوع. تمام؟ وموجود نسخة منه بي سي كمبيوتر لابتوب، وفي برضه نسخ تانية ايفون وكمان اندرويد. تمام؟ تمام. التطبيق ده ايه انت ممكن تستخدمه من الموقع بتاعه او التطبيق نفسه، تحمله على البي سي، تحمله على الكمبيوتر او على اللابتوب، او ممكن على الموبايل او ايفون، لكن هتشتريه لازم.
تمام. او ممكن في حل تاني كمان، ان انت التطبيق ده بيشرح منه دكتور احمد بتاع كراتها بسطها لك، فانت بدل ما تشتري التطبيق نفسه، دكتور احمد اساسا مشتري التطبيق، فانت هتروح وهو اساسا هيشرح منه، تمام. فدي هتكون اسهل، بدل ما انت تدخل على تطبيق ولسه هتجيب العضله او العظمه المعينه اللي عندك في المنهج، لا، القناه اليوتيوب فيها اسم العظمه، فيها اسم العضله، وبتشرح من التطبيق نفسه في القناه، فالدنيا بتبقى اسهل، تمام. فانت ممكن تستبدل نقطه تستخدم تطبيق ان انت تشوف قناه بسطها لك، تمام. فانت ممكن تستبدل نقطه ان انت تحمل التطبيق او تدفع ثمنه يعني عشان تحمله، ان انت ممكن تشوف ايه قناه ابسطها لك، تمام، عشان هو بيشرح من التطبيق ده، تمام. وبرضه ممكن تستبدل النقطه دي كمان بحاجه تانية، ايه هي؟ ان انت تنزل تطبيق مجاني مش مدفوع زي ده. زي ازاي؟ اسمه ايه طيب؟ اسمه اناتومي 3 دي اطلس، تمام. تمام، انت الموقع ده برضه هتدخل له، تمام، هتنزل تحت هتلاقي ان التطبيق ليه نسخ ايباد وايفون واندرويد وماك، اللي هو يعتبر اللابتوب بتاع الابل، تمام، والويندوز. فتروح تدوس على ويندوز، انا مثلا فاتح من الويندوز، تمام. فدلوقتي الموقع بيحمل، وزي ما قلت لك التطبيق ده كويس خالص برضو، وايه، ومجاني، تمام. تقريبا حجمه 600 ميجا او نص جيجا، كويس خالص برضو على البي سي، تمام، على الكمبيوتر برضو او على اللابتوب تقدر تحمله، ومجاني، تمام. وهو شايف زي ما انت شايف اهو في كل حاجه، تمام. فده عندك برضو. ولو انت عايز تطبيق تالت بقى، يعني انت عايز تشوف التطبيقات الموجوده، تقدر تكتب اناتومي هنا في البحث، ويجي لك تطبيقات تاني انت لو عايز تتصفح وتشوف التطبيقات الموجوده يعني، تمام. ده احنا اتكلمنا عليه كويس خالص، ده احسنهم اساسا، تمام. ولو مشيت هتلاقي تطبيقات تاني زي ده كده، وزي ده برضو نفس الكلام، وهكذا في تطبيقات كتير، تمام، بتاعت اناتومي، تمام. لكن احسنهم مين؟ هم اطلس اكيد اكيد، وكومبليت اناتومي، تمام، وكمان اناتومي 3 دي اطلس، دول احسنهم. وبرضو اسينشال اناتومي 3 ده يعتبر مدفوع، تمام، ويعتبر في اناتومي 3، تمام. وبرضو في اكتر من ايه، من تطبيقات تانية برضو موجوده، تمام، للاناتومي، تمام. وممكن تستبدل نقطه ان انت يبقى معاك تطبيق ان انت تبقى ايه، بتشوف قناته بسطها لك، لكن التطبيق برضو مهم خالص. يعني تطبيق زي هيومن اناتومي اطلس 2025، تطبيق ده كويس خالص لو معاك تستفيد، يعني يعتبر ال 13 دولار دول اتحطوا في حاجه في موضعها الصراحه، تمام. ومع ان في نسخ منه مهكره او موجوده على التليجرام، لكن استخدامها مش كويس، تمام. احنا كده نقطه الابس خلصناها. واخر حاجه معانا في الفيديو هي المراجع بتاعه الاناتومي، تمام، اللي هي التكست بوكس. التكست بوكس يعني مراجع، تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، ايه هي مراجع الاناتومي؟ قبل ما اقولها لازم ملاحظه مهمه، انت كطالب اولى خلال دراستك لسنه اولى مش مطالب ان انت تفتح مرجع خالص 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 خالص، تمام. امتى تفتح مرجع؟ بعد ما سنه اولى تخلص، قبل ما تدخل تانيه امسك مرجع من مراجع الاناتومي اللي انا هقول اسمها، تمام، وايه، واقرا منها اللي انت يعتبر ذكرته، تمام. المراجع دي هم ثلاث مراجع، اسمهم ايه؟ اقول لك. اول مرجع فيهم اسمه جراي از اناتومي، تاني مرجع اسمه نتر، تالت مرجع اسمه فيس حرام، تمام. التلات مراجع دول سواء جراي از اناتومي، نتر، فيس حرام، التلات مراجع دول انت تقدر تستخدم واحد منهم تراجع على المحتوى اللي انت خدته في اولى. ده ايه؟ ده في اجازه قبل تاني، اللي هي بعد ما تخلص اولى يعني، تمام. فانت عندك ثلاث مراجع دول، اختار منهم مرجع، تمام. واكثر تفضيلا منهم الثلاثة دول هو مرجع نتر ومرجع جراي از اناتومي، تمام. ومرجع نتر في ناس كتير بتشكر فيه، وانا برضو شفته كويس خالص برضو، وجراي از اناتومي كويس، وبرضو فيس حرام برضو كويس، لكن نتر يعتبر كويس في نقطة ايه؟ في نقطة الصور وكده، برضو ومعلوماته كويسة،
تمام، فانت تقدر تشوف اكتر من مرجع، وبرضه ممكن تفضل تشوف مرجع واثنين وثلاثة وتفضل مرجع عن مرجع، تمام حسب وجهة نظرك. لكن فيس حرام كويس خالص، وكمان نتر كويس خالص برضه كصور وكده، هيوضح لك الامور بشكل احسن، تمام. وبرضه جريز اناتومي برضه موجود مفيش مشكلة، لكن يعتبر حط رقم واحد عندك نتر وفيس حرام، وبرضه جريز اناتومي برضه كويس خالص. اقوى اكتر واكبر 3 مراجع في الانتم دول اللي انا بقول لك اسمهم، تمام. فانت المراجع دي انا هسيب لك لينكاتها في الوصف بتاع الديسكريبشن بتاع الفيديو، تمام. واي حاجه انا قلتها في الفيديو انا هسيبها، اسيب لك لينكاتها عشان ايه ما تدورش كتير في ايه في اليوتيوب او في المواقع، تمام. شكرا خالص، ربنا يوفقك ان شاء الله، مع السلامه.